سوكا. ازيك يا بابا؟ بابا مين يا بابا؟ انت يا حبيبي. اسمع بقى انت الجوز، انا لازم اسافر دلوقتي حالا. حضرتك مسافرة؟ لا ده انا مسافرة بعثة. انا اعرف واحد شغال في المينا ياخد 20 باكو يطيرك بره. طب كلمه. معيش رقم ولا والله العظيم يا بابا لو ما خدتنيش معاك لو اني اتظبط على كل حاجه. اخواتي انا الوقت ما يلزمنيش. سلطان البعبع. الحمد لله على السلامة يا سلطان. شكل الست دي مش سهلة. ايه ده حضرتك؟ في قنبلة. قنبلة؟ شايفة جوز عيال هناك دول؟ متواصلين في العنوان ده. والله العظيم كنت طالعة بيها عشان. الله الله أكبر. الست دي اللي بقى عايزين يخطفوني. تنزلوني منك لله. انت تسكتي خالص. قلت لك 100 مرة ما تجيب سير الشهيرة على لسانك. طب شهيرة. صبري. شهيرة. صبري. كده هي دي الزيجة الصالحة. زيجة ايه يا بغل انت؟ ده ولا نفضها؟ الكلام على ايه يا سلطان؟ سلكة من اللبش والحكومة ونية الغد. اجري بقى على اوضتك يا وليه بدل ما تتسفلتي. بس ما تقولش وليه. راجع لك. وانا مستنياك. انت هربت منك يلا. السلطان انت قالي وهرب. ايه البدل دي؟ الكلام ده في كونكريت. اخرب بيت ام. اهدى يا معلم، الصحة ما بقتش هي الصحة. انا شكلي درغام. حاسب يا معلم. امال مين اللي سايق؟ انا. تعال بحضرتك بقى، انا ممكن اجي. هتعمل ايه يعني؟ انا ممكن اعيط وبدل لكم الدنيا هنا. اقسم بالله العظيم. انا بقى حرام ونصاب وقتل قتل وابني 60 في 70 كمان. انا بحبك قوي يا بابا. يا بنت الريحه اللي انت فيها دي.